ميرا. هاي. الكولكشن كتير فان، خبرينا أكثر عنها، شو كانت الإنسبريشن بيهايند؟ هيدي الكولكشن اسمها لفام بومبوم، يعني بنت الحلويات. It's inspired by حلويات، كونفتي، كاندي، كل شيء بيجي من الطفولة، الأساس الطيبة يلي منحبون ويلي كنا نستعملهم وقتا كنا نعمل birthday parties وهيك. شو اللي بيميز هيدي الكولكشن عن previous collections عملتون قبل؟ أول شيء بهالكولكشن كتير استعملت ألوان، بغير كولكشنز فتت كتير بالمونوكروماتيك، أسود وأبيض وهيك أشياء. هالكولكشن عنا باستيلز وكمان عنا ألوان أكتر vibrant وواية، وكمان اشتغلنا كتير على details على التيب مثل الأمواج وإنه ruffles بالإنجليزي. وفلا Thank you ميرا و good luck. Thank you so much. Thank you.